أهم قضية في مسألة الانتظار للإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف هي التقوى. فهل تعتقدون أن الفجار والكفار وعديمي التقوى ينتظرون إمام حق وعدل ونصيحة؟ كلا، ذلك لا يكون. ومن هم الأفضل في المجتمع؟ أهل التقوى أم أهل الفجور والكفر؟ لا شك أن أهل التقوى هم أفضل من الفجار والكفار، فهم لا يخونون ولا يغدرون ولا يعبثون في المجتمعات، ويساعدون الضعفاء في المجتمع، ويعلمون الناس العلم النافع، ولا يكذبون أو يقشون، وكثيرة هي صفاتهم الرائعة والجيدة. فإذا كان المتقون ينفعون المجتمعات ولا يضرونها، وإذا كانت مسألة التقوى كما قلنا من أهم قضايا مسألة الانتظار، حيث حث رسولنا وأئمتنا على التقوى، فهل مسألة الانتظار مسألة إيجابية أم سلبية في المجتمع؟ بل هي مسألة إيجابية، والذين يقولون أن مسألة الانتظار مسألة سلبية ليس لديهم الوعي والثقافة الكافية.